شافوا العافيه انا كاع ما شفتها، انا لداخل كنقلي واحد شويه الحوت على عاد مرض ولدي، حتى كنسمع العافيه العافيه العافيه، الخارجه اللي خلصت ديك راسي كنلقاها على السما، العافيه طالعه دايره السما في السما، نط كنجري، جريت بنتي جريت وليداتها جريت مرض ولدي وليداتها مرض ولدي، وحده اخرى هربتها هربت لهي غاب بولدها، وكلشي تشوى، الوريقات كلشي لاكارت كلشي تحرق. بقات لكم حتى شي حاجه؟ كلشي وتقولي خرجنا شي حاجه خرجنا براسنا. شحال من دار شحال من دار؟ خمسه. شحال من براك مشيتي؟ خمسه. كلكم عائله ولا عائله وحده؟ بقاو ديروا معنا حتى شي حال هنايا، كل عام كيقول لك هنا هذا العام نحيدوكم هذا العام نحيدوكم، جينا نشوفوا 40 براك تعرق في النار. ما بغاوش يعطيونا الناس. اسمي ديروا معنا شي حال. شوف بيت العافيه في البراكه. احنا نجيو لاعين وما طفيو وما تعطلو عنا بصحاب الكفا الله خارجه وكيجريو عندنا كيقول كثير بحال شحال شحال باش كنشال شي ربع ساعه ولا نص ساعه ربع ساعه جات فرقات البوطه الاولى البوطه الثانيه عاد جاو جا شعلت نار شالش عاد جاو والدره ولاش كانت تفرق حدا بوطه وهذوك كاملين اللي هنايا عاطينا بالكذوب ديما تيقولوا لنا نعطيوكم ونديروا لكم ما تديروا لنا والو قارنا بالقر حشومه ديروا لنا شي حل خلونا نعيش كما حنا تبقاو عاطينا بالهضره بزاف هاد الناس ياخذوا حقهم وصافي فهمتي كنقلبوا هاد الناس يعطيهم شي حاجه اللي مساكن راه مضاعفه تحرقوا خمسه المحال هادشي اللي كنطلبوا ما كاينش حل والو كاين حتى حل اختي الدراري حتى شي واحد الحل الواحد اللي يحيدونا من هنا ولا يحيدوا الناس من هنا يحيدوا كل شيء من هنا الناس يمشيو ويخليهم يشوف حالهم السلام عليكم خوشي ديما هاد الزرامي هذا شي عامل من مشاكل بزاف شي طاحوا فيه ارواح بزاف بعد هاد الدري اللي مشى لهم المحل ديالهم هو اللي كان على هاد الدوار هذا شحال هادي باش تستافدوا الناس هو باقي شي عامل ساكن في البراد هو مسكين دابا جاش فيه وما عقل علو شي واحد وما كاينش لا يعاونو ديما شي كذبوا على هاد الناس هادو وما كاينش شي بادي اما اربعه المحلات مشى خمسه خمسه عندهم وليداتهم صغار ولادي اربعة ولا خمسة كبار المهم جات فيهم ولادي اربعة وانا الخامس الغالب الله خرجنا براسنا كل شيء مشى لا فلوس لا غطاء لا حوايج لا حتى حاجة خرجنا بدراع ولدهم دراع هربنا دليل على هاد الدوار هذا باش الناس يسجلوا ايوا لا اله الا الله الشيء امر الله اللهم لك الحمد الحمد لله شو السبب ديال هاد الحرق؟ طلع من عند مرت ولدي ما عرفتش شنو هو السبب ديالها كيفاش وقع لها انا عاد جيت تنسمع العافيه شغلت خرجت هكا العافيه والعشوه تاع حوايجي لا جواك لا القاعات ديالها لا صباب لا كل شيء مشى ها باش خرجت ها حنا بعدا خرجت انا اللي فقدت الامل في هاد البلاد هادي كل شيء مشى ما والو لا فلوس لا اوراق لا حتى حاجه قاري عندي نيفو 4 ايام ما درت لاش كوين لا والو دابا عشان ندير بانيش نلقى الحوش عايش شي جيب الله شي هز لنا دبلو اما هما راه عايش يكذبوا علينا وعايش لنا في الاوهام ورخصونا ارخص درجه وحال هو ما بقاش يدير جدريان ولا ثلاثه الحلواش ب 10 دريال شي دري صغير حرموه من السوسه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ويا ربي دير الشاويل ويا ربي تاخذ في الحق اللي كان حيله وسباب في هاد البلاد هادي ربعه ديال الناس على كل شيء